إحباط عملية هجرة سرية عبر البحر انطلاقا من شاطئ مطربة بمستغانم. العملية التي جاءت بناء على معلومة بدأت في حدود الساعة 2:30 صباحا بتاريخ 22/9/2020، حيث رصدت قوات الشرطة بذات الشاطئ مجموعة من الشباب البالغ 10 أشخاص من بينهم قاصر حاضرون من ولايتي تيزي وزو ومستغانم، يحملون حقائب ظهرية تحمل مأكولات وألبسة وسترات للنجدة. وغير بعيد عن ذات المكان تم توقيف شاحنة من نوع رونو مرقمة بترقيم مستغانم كانت موجهة إلى ذات الشاطئ، تحمل على متنها قالب صيد بطول 5.8 متر. وفي حدود الساعة 3 صباحا من ذات اليوم تم توقيف بعيد المكان سيارتين مرقمتين بترقيم مستغانم على متنهما 7 أشخاص، طفل من بينهم طفل عمره 4 سنوات، تحمل 20 دلو بنزين بسعة 30 لتر للواحد، مصباحين، سترات نجدة، حقائب، مأكولات، بالإضافة إلى بوصلة وجهاز تحديد المواقع في ذات السياق. وفي نفس اليوم في حدود الساعة 7 صباحا تم حجز قارب صيد ثاني من نوع يامها ومحرك بقوة 40 حصان كان مخصص للهجرة السرية، ليبلغ العدد الإجمالي 19 شخصا من بينهم قاصرين وامرأة.